بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض مجموعة من الاسئلة اللي جت على لسن فور في يونت فور، اللي جت على الدرس الرابع في الوحدة الرابعة من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ يا حلوين، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونبدأ على طول، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندنا، تشوز اختر. نمبر 1، هي از جوينج تو جيت ا هير كات. يبقى الكلمه اللي هنختارها من فوق جيت ا هير كات. كلمه جيت ليه يا حبايبي اخترنا جيت؟ علشان احنا واخدين كلمات مركبه من فيربس اند ناونز، يعني افعال تاتي مع اسماء. هو كده جاب الاسم، الاسم هنا ا هير كات، احنا بقى هنختار الفعل اللي بيجي مع الاسم، يبقى جيت ا هير كات. نمبر 2، اي ام جوينج تو فيزيت ا فريند. الكلمه اللي هنختارها فريند. ليه اخترنا فريند؟ علشان النون اللي بيجي مع الفيرب فيزيت هو فريند، فيزيت ا فريند يعني يزور صديق. بعد كده بقول تشوز اند رايت ذا وورد، يعني اختر واكتب الكلمه، برضو بنختار من الكلمات اللي فوق. نمبر 1، وي ارنت جوينج تو باي ان ايس كريم. وي ارنت جوينج تو باي ان ايس كريم. ليه هنا اخترنا ارنت؟ علشان كده جملة في زمن المستقبل، ودي جملة منفية، واحنا عارفين ان الوي بتاخد aren't في النفي وبتاخد are في الإثبات. يبقى اول واحدة، اول جملة نمبر 1 هنختار فيها aren't. نمبر 2، جملة تانية، he is going to send an email. لازم نختار الفعل اللي في المصدر، يعني ما ينفعش sending. ليه ما ينفعش sending؟ علشان كده جملة في زمن المستقبل، واحنا قلنا the future المستقبل بيتكون من am و is و are زائد going to زائد الفعل في المصدر، يعني فعل بدون اي اضافات. يبقى هنختار send. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده تشوز برضو، اول جملتين بيبدأوا بي، تاني جملتين بيبدأوا بشي. اول حاجة هنبدأ بالجملتين اللي بيبدأوا بوي. وي يعني نحن. اول جملة هتبقى we are going to ride the bus. يبقى اول جملة هنختار فيها are. طبعا الجملة هتبدأ بالفاعل وي، ضمير الفاعل وي، واحنا هنختار بعد كده ار من فوق. ليه اخترنا ار؟ علشان وي بتاخد ار، يبقى وي ار جوينج تو رايد ذا باص. نمبر 2 هتبقى وي ارنت، احنا بقى لازم نقول وي من عندنا، نبدأ الجملة بوي، ما ننساش وي واحنا بنقرا الجملة. وي ارنت جوينج تو سي ا فيلم. ليه اخترنا سي؟ علشان الفيرب اللي بيجي مع النون ا فيلم هو سي. سي ا فيلم يعني يرى فيلم او يشاهد فيلم، يبقى هنختار سي. نمبر 3، الجمله اللي بتبدا بشي تبقى شي از جوينج تو فيزيت ا فريند. النون اللي بيجي مع الفيرب فيزيت هو فريند، يبقى هنختار فريند في نمبر 3. نمبر 4، شي ازنت جوينج تو جيت ا هير كات. احنا عارفين ان الشي بتاخد ازنت في النفي وبتاخد از في الاثبات، كده جمله منفيه، يبقى شي ازنت جوينج تو جيت ا هير كات. شوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بنتكلم عن كيفية ترتيب الجمل. أول حاجة احنا عندنا جمل خبرية، جمل أمرية، جمل استفهامية. والجمل الاستفهامية تنقسم لقسمين، في سؤال بيبدأ بكلمة استفهام وفي سؤال بيبدأ بفعل مساعد. أول حاجة هنبدأ بالجمل الخبرية. يعني إيه جملة خبرية؟ يعني جملة بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، أو فاعل وفعل وباقي الجملة، على حسب بقى الموجود عندنا في الجملة. يبقى فاعل وفعل وباقي الجملة. أول حاجة بنختار الفاعل، فأول جملة عندنا فوق الفاعل هو I. I. تاني حاجة الفعل، الفعل كده مصرف في زمن المستقبل، يبقى I am going to see. طيب فين باقي الجملة؟ A film. A film. يبقى I am going to see a film. نمبر 2، الجملة برضو كده بتبدأ بفاعل، هنا الفاعل غير عاقل، the museum المتحف، the museum. فين الفعل؟ الفعل هنا is، الفعل is، يبقى the museum is. وبعد كده باقي الجملة on the left، on the left. بعد كده عندنا جمل أمرية، احنا عارفين ان الجمل الأمرية مقسمة لقسمين، في أمر مثبت وفي أمر منفي. الأمر المثبت بيتكون من مصدر الفعل زائد باقي الجملة.
لكن الامر المنفي بيبدا بدونت وبعد كده مصدر الفعل وبعد كده باقي الجمله. اول جمله عندنا كده امر مثبت، يعني فعل في المصدر وباقي الجمله. فين الفعل؟ الفعل تيرن، تيرن. باقي الجمله رايت بليز، تيرن رايت بليز، يعني السدر يمينا من فضلك. طيب الجمله الثانيه جمله في الامر المنفي، ليه هنا امر منفي؟ علشان بدات بدونت. طيب اول حاجه هنبدا بدونت وبعد كده مصدر الفعل اللي هو جامب، جامب جامب فعل بمعنى يقفز، يبقى دونت جامب. وبعد كده باقي الجملة ان ذا بادل، دونت جامب ان ذا بادل. بعد كده جمل استفهامية. هنا اول حاجة هنبدأ بالجمل الاستفهامية اللي بتبدأ بكلمة استفهام. طيب ازاي نكون سؤال بيبدأ بكلمة استفهام؟ اول حاجة كلمة استفهام وبعد كده فعل مساعد على حسب بقى اللي موجود عندنا، ممكن يبقى دو او داز او ديد او از او ار على حسب الزمن اللي بنكون فيه السؤال. وبعد كده الفاعل ممكن يبقى يو هي شي. وبعد كده الفعل الاساسي، ايه الافعال الاساسيه؟ الافعال اللي بنمارسها في حياتنا. وبعد كده باقي الجمله بنمشي بقى واحده واحده. كلمه الاستفهام اللي عندنا في اول سؤال هاو، يبقى اول حاجه هاو. وبعد كده فعل مساعد دو، يبقى هاو دو. وبعد كده الفاعل يو، يبقى هاو دو يو. وبعد كده فعل اساسي لايك، هاو دو يو لايك. وبعد كده يور هير باقي الجمله، يبقى هاو دو يو لايك يور هير. طيب نمبر 2 برضو السؤال بيبدا بكلمه استفهام، اول حاجه وير وبعد كده فعل مساعد الموجود عندنا في السؤال الثاني ديد، يبقى وير ديد. وبعد كده الفعل الموجود عندنا ذي، يبقى وير ديد ذي. وبعد كده الفعل الاساسي سي. وبعد كده باقي الجمله افلم، يبقى وير ديد ذي سي افلم. طيب السؤال بقى اللي بيبدا بهل، نفس الكلام اللي قلناه هنا بس بنشيل كلمة الاستفهام، يعني مفيش كلمة استفهام، يعني فعل مساعد فاعل فعل أساسي باقي الجملة. لو لاحظتوا يا حبايبي نفس اللي هنا هو اللي هنا، بس مفيش كلمة استفهام لو السؤال بدأ بفعل مساعد على طول. يبقى أول حاجة فعل مساعد وبعد كده فاعل وبعد كده فعل أساسي وبعد كده باقي الجملة. يعني اللي فهم السؤال بكلمة استفهام هيفهم السؤال بهل. اول حاجه فعل مساعد وبعد كده فاعل وبعد كده فعل اساسي وبعد كده باقي الجمله. السؤال الاول بدا باس فعل مساعد، وبعد كده الفعل عندنا ذا ميوزيوم فاعل غير عاقل، وبعد كده باقي الجمله. هنا طبعا مفيش فعل اساسي في السؤال، عادي مفيش مشكله. باقي الجمله فور از ذا ميوزيوم فور، يعني هل المتحف بعيد. نمبر 2 السؤال بدا بار فعل مساعد ار or they، وبعد كده الفعل sending، كده سؤال في زمن المضارع المستمر or they sending an email. باقي الجملة هنا an email، يعني هل هم يرسلوا رسالة بريد إلكتروني؟ سؤال في زمن المضارع المستمر. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من الفيديو، أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.